قصة صناعة الصوبيات قصة طويلة وبكل تواضع وبكل فخر أيضا، مدافع جبل الشيخ عمرها من عمر هذه الصناعة في لبنان. هذه الصناعة اللي بدأت في رشي الوادي، القرية النائية البعيدة عن المدينة على سفح جبل الشيخ جبل حرمون، ومدافع جبل الشيخ بدأها حسن جمال الدين أبو إبراهيم الجد في عام 1946 في محل حرفة في سوق رشي الأثري، بيعتمد على الآلات اليدوية البسيطة، بيعتمد على مهارة الأفراد، وبيعتمد في البيع أيضا على طريقة المبادلة أو المقايضة. وهذه الصناعة اللي بدأت بمشغل متواضع مرقت بعدة مراحل، هذه المراحل فرضت نفسها على هذه الصناعة في التطوير، فرضت نفسها في استخدام المعدات والآلات الحديثة المتطورة. ليش؟ لأنه الحاجة إلى هذه السلعة صارت أكبر، انتشارها صار أكبر. يعني المرحلة الذهبية اللي مرقت فيها هي بعد انقضاء أو انتهاء الحرب اللبنانية في العام 1990، انفتحت الأسواق اللبنانية على بعضها، انفتحت المناطق اللبنانية على بعضها، وصارت الحاجة لهذه الصوبيا أكثر وانتشارها أكثر. هون صار في حاجة لأنك تطور هذه الصناعة أكثر، دخلت المكننة، دخلت الآلات الحديثة، الآلات المتطورة، مكنة الحام في البداية، بعدين مكنة القصف الليزر وإلى ما هنالك. اليوم وبعد انقضاء كل هذه السنوات وبعد المرور في كل هذه المراحل، أصبحت اليوم شركة متمكنة تدفئ منازل اللبنانيين على امتداد مساحة الوطن، لبل تصدر إنتاجها من الصوبيات إلى عدد كبير من دول العالم حيث الانتشار اللبناني، وإلى بعض الدول العربية لاسيما الأردن وسوريا أيضا. ولابد من الإشارة بأنها اكتسبت ثقة منظمات الأمم المتحدة والجمعيات البيئية لعدد كبير من المشاريع بنجاح، بتقنيات، بمواصفات عالية جدا، بسرعة قياسية وبأعلى المواصفات. رحلة مع صناعة الصوبيات رحلة مستمرة طويلة، طموح كبير، العزيمة أكبر لتقديم الأفضل والنهوض بالمجتمع والوطن عبر الصناعة الوطنية. وشركة جمال الدين حسن أبو إبراهيم معروفة كانت أكثر في صناعة الصوبيات، ولكن كان لابد من إدخال صناعات إضافية عليها لتأمين استمراريتها واستمرارية العاملين فيها. فأدخلت بداية صناعة معدات البناء، أهمها عربيات البتون، ومن ثم أيضا صناعة الشريط الشائك والشريط السياج على اختلاف أنواعه وقياساته، وأيضا فيما بعد وبمرحلة لاحقة أدخلت صناعات بنسميها نحن صناعات صيفية، أوتدور فاير بيت، بيتزا أوفن، باربيكيو، سموكرز، جريلز وغيرها من الصناعات، بالإضافة للصناعات الحديدية والمعدنية مثل حديد المنازل، قص الليزر. كل هاي الصناعات هي جزء بسيط من عالم الصناعات المعدنية اللي ما بيوقف عند حدود. من أجل ذلك بنوعدكم أنه انطرونا بمنتجات جديدة نقدر نطرحها ونأمنها للمستهلك اللبناني، تنقدر نوفر عليه ونوفر أيضا على الاقتصاد اللبناني المزيد من الاستيراد، ونقدر ما
من منطلق بكل فخر صنع في لبنان انه نطرح هذه المنتجات في الاسواق العالميه الاخرى. شركة جمال الدين وابراهيم بكل تواضع بتاخذ حيز كبير من تأمين الأمان الاجتماعي في منطقة رشيا عبر تأمينها لعدد كبير من فرص العمل لأبناء هالمنطقة. ومثل ما نحن معنيين بالأمان الاجتماعي أيضا معنيين بالأمان البيئي. من أجل ذلك نحن بصدد الدخول أيضا بنورم جديد معتمد اللي هو إيكو ديزاين إيكو فريندلي بكل منتجاتنا للتوفير على البيئة والتوفير أيضا على المواطن في استهلاك الطاقة سواء كانت بالديزل أو بالحطب. وبهذا الموضوع بالتحديد بالموضوع البيئي انطرونا مع مفاجأة بيئية ووطنية كبيرة بالتعاون مع إحدى الجمعيات البيئية المهمة في لبنان نعلن عنها بوقتها قريبا إن شاء الله.